بالتالي المنتخب السعودي الآن يعني توحدت الألوان، الجماهير السعودية كلها تترقب يوم غدا المنتخب الأخضر. كلنا وبكل أطيافنا أكيد مع المنتخب إن شاء الله تعالى متفائلين، حجم الطموح مرتفع. المنتخب السعودي قطع الجزء المهم خلال مسيرة التصفيات، استطاع أن يحصد 16 نقطة، يعني في وقت يمكن كنا متشائمين بشكل كبير أو كانت ردة الفعل غاضبة من كثير من الإعلاميين، كثير من الجماهير، خصوصا في بداية التصفيات، يعني صبينا جم الغضب على المدرب مارفا فمار على المدرب مارفيك بسبب بعض القناعات الفنية وقناعات شخصية المدرب نفسه. مع مرور الوقت وتدريجيا أثبت المدرب أنه هو الأفضل، استطاع أن يعني يصر على قناعاته، واستطاع أيضا أن يقدم المنتخب من خلال هذه القناعات في إطار متميز جدا من حيث مستويات، من حيث اعتماده واستقراره على توليفة مناسبة. طبعا ما بتكلم عن الجوانب الفنية بحكم أنه عادي يقول لك لا يفتى ومالك في المدينة، خالد ومحفوظ اليوم موجودين معنا، لكن أنا بس خليني أنطلق من جزء مهم. اليوم استمعت على تصريحات المدرب، يعني حينما يبدي ويكرر حرصه على ضرورة احترام المنتخب الأسترالي من جانب، وحينما يؤكد أنه المنتخب الأسترالي يملك عناصر قوة خصوصا في الأرض والجمهور والبنية الجسدية، لكن هذا لم يلغي جانب مهم عند المدرب ألا وهي الثقة الكبيرة في لاعبي المنتخب السعودي. قال لن نغير الريتم الفني، سنلعب بنفس التوليفة وسنقارع حتى نعود من الأراضي الأسترالية بنتيجة إن شاء الله موفقة، ونضيف إلى الرصيد النقطي 16 نقطة، ثلاث نقاط، هذه الثلاث نقاط لو تحققت هي كفيلة إن شاء الله ببلوغ نهاية كأس العالم 2018. النقطة المهمة اللي أسدتني أيضا هي فيما يتعلق أيضا بالإصابات، يعني الآن استبشرنا خيرا بعودة اللاعب الكبير أسامة هوساوي لقائمة التوليفة. اليوم أعتقد هو الخبر المهم اللي يمكن ما ركز عليه الكثير من لكن ظهور أسامة، وفي جانب مهم أن اللاعب أصر حتى وهو موجود هنا أنه يستكمل فترة علاجه مع المنتخب ومن خلال المعسكر، ويصر أيضا على المشاركة، فهذه أيضا تسجل لأسامة هوساوي، لأنه لو قارنا الفعل اللي أقدم عليه أسامة هوساوي مع الفعل اللي أقدم عليه فهد المولد، ترى مع كامل احترامي أحب فهد المولد كنجم سعودي كبير وكان سبب رئيسي في الكثير من النتائج اللي تحققت للمنتخب السعودي، لكن مسألة أن تختار دورات رمضانية وعندك الشعور أن لديك القدرة الكاملة بأنه عندك القدرة أن تشارك مع المنتخب السعودي، يفترض أنه أنت يعني تعمل بنفس الأسلوب اللي عمل فيه أسامة هوساوي. اليوم بصراحة أسامة يقدم نموذج للاعب المحترف، للاعب السعودي الغيور على شعار المنتخب السعودي. وذا انا كنت اتمنى تتحدث الان فهد المولد يشارك. للاسف انا احنا تكلمنا عن يعني هذا الموضوع المره الثانيه، طبعا احنا تكلمنا عن هذا الموضوع، تقام مباراه يشارك فيها للمره الثانيه سمير في الدوري. احنا تكلمنا على هذا الموضوع ليس ضدا لفهد المولد، احنا كلنا يمكن اقول لك واجزم على هذا الكلام انه صح 90% من الجمهور السعودي يضع فهد المولد في قائمه اللاعبين الابرز في هذا المره. نعم موهوب، لكن حينما انت تتعامل بنوع من التهور في الزج بهذه النجومية في مباريات مع حواري، حتى لو يمكن ربما تكون تتفاقم إصابته بعيدا عن رؤية أو متابعة الأجهزة الفنية سواء في نادي الاتحاد أو حتى في المنتخب السعودي، لكن اللي أبغى أركز عليه هو ما أقدم عليه أسامة هوساوي. أصفق له وكل سعودي يثني عليه على الدور وعلى الإصرار وعلى الرغبة، حتى تواجده مع المنتخب يعني لو قدر الله ما قدر أن يشارك مع المنتخب في مباراة الغد، مجرد حضور يعني إصراره وتواجده مع المنتخب هذا يعطي نوع من الحافز لاعب المنتخب، وهذه أنا أعتقد من الأدوار المهمة للاعبين القياديين اللي هنا في أمس الحاجة. تفضل. إحنا نبغى نرجع نتكلم خليني معلش لا تروح من أفكاري يعني. الآن بيتكلم مثلاً عن أسامة هوساوي، طيب أسامة هوساوي لو رجعوا المدرب رجع 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 أسامة هوساوي رجع أيه. عشان توضح المعلومة رجع لاستكمال برنامجه في أو ما قادر مع البعثة أيه. بسبب الإصابة، لكن لاعب حينما شعر أنه في تحسن نسبي في إصابته قال لا حرجع حغادر أرجع مع المنتخب. أنا أقصد شوف أستاذ علي، اللاعب مو هو اللي يقول والله تعال خذني يا مدرب، هذا قرار
هذا قرار من الجهاز الطبي مع الجهاز الفني يتخذ من مشاركة. أنا في وجهة نظري إذا القرار الطبي يعني كان في خطأ من القرار الطبي إنه فهد المولد احتاج فترة أطول للعلاج، أهو الآن هو بشهاده، يعني كان في خطأ في التقرير الطبي، التقرير الطبي والرأي اللي قال إن فهد المولد غير قادر الفترة هذه إنه يلعب، فهد المولد بيقول لهم أنا طيب هو أنا طيب جاهز ألعب. طيب ليه ممكن أبو نواف ما يكون فهد فهد من رجع فهد المولد؟ معلش مع احترامي المنتخب اللي رجع فهد المدرب، المدرب والجهاز الطبي رجعوه، هل هو بكيفه؟ لو فرضوا عليه انه يستمر في علاجه معاهم الى فتره، انا اتكلم الى الفتره أنا كان استمر معاهم. مع احترامي لرايك انا اتكلم في جانب بعيدا عن هذا المفهوم. لا انت انا اخذتها من في اطار ثقافه لاعبين. دقيقه انت قلت ثقافه لاعبين بان هذا الشخص هذا تصرف شخصي من فهد. طبعا تصرف شخصي من فهد، ما اعتقد انه انت ما اعتقد اللي رجعوا مين يا اخي. خلي الرجعه، انا ما اتكلم في الرجعه. اللاعب مصاب بتقارير طبيه وكلنا قلنا انه مصاب. الان حينما تشعر انه انت جاهز تروح تشارك في دورات رمضانيه ولا تبلغ اداره المنتخب اني انا جاهز؟ على الاقل احترم جمهورك، احترم تاريخك، احترم نجوميتك. انا أحرج انا أحرج انا دقيقة دقيقة دقيقة. انا اوصل له، انا اوصل له. احرجت اداره نادي الاتحاد، الخطأ. احرجت اداره نادي الاتحاد، احرجت اداره المنتخب، احرجت طبيب المنتخب، واحرجت نفسك مع جمهورك. هذا عموما احنا لازم نحط في الاعتبار انه فرق ال